من جانبه أكد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد الهيان أن المسؤولية الأساسية تقع على قطر، مشيرا إلى سهولة العمل في المحيط العربي كما يدعو بيان الدول الأربع. المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية. الدولة القطرية تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة وبيسر مثل ما ذكر البيان، ولكن على القيادة القطرية أن تختار النهج والمسير الذي تريد أن تتجه فيه لقطر ولشعب قطر في المستقبل.